يكون في هاي المحاضرة بنحل مجموعة من الأسئلة بتتعلق بأكثر من سكشن موجود في الشابترز. أول مثال بدنا نحله، أول بروبلم هي عبارة عن أنواع الإنفنتوري بشكل عام، كيف بدي أحسب الفاليو تبعت الإنفنتوري. نبلش أول إشي بحكي لي ديسكريبشن تبع السؤال كالتالي: واحدة من الأيتيمز الديماند تبعها 50 يونت بالأسبوع، عندي الفاليو تبعت الايتم 650، حكى لي بنعمل اوردر كميه ثابته دائما مقدارها 350. بحكي لهي الشركه انه بتعمل اوردر ليد تايم بالعاده بده اسبوعين حتى يصل. بحكي انه الشركه بتشتغل 52 اسبوع بالسنه، وبالعاده بخزنوا عندهم مقدار من السيفتي ستوك مقداره 1 ويكس ديماند. يعني كم السيفتي ستوك؟ هي الديماند تبع 1 ويك اللي هي 50. مطلوب مني احسب الافرج اجريجيت انفنتوري، يعني المتوسط الحسابي للانفنتوري الموجود عندي. بتفرج على الحسابات بشكل سريع، اذا في عندي اول شيء صاحي الانفنتوري، الكميه اللي بطلبوها بالعاده قيمتها 350. اذا المتوسط الحسابي لها هو عباره عن كيو 2 زي ما حكينا بالسابق، الانفنتوري عباره عن 175 يونت. نيجي للسيفتي ستوك 1 ويك سبلاي، حكينا دي تبعت 1 الاسبوع، المتوسط الحسابي تبع الاسبوع هو عباره عن 50 يونت. إذا أسبوع واحد 50 في واحد، هذا بالنسبة للسيفتي ستوك. ما في عندي انتسبيشن انفنتوري، ما ذكروا بالسؤال، إذا نون موجود. البايب لاين هو عبارة عن الايتمز الموجودة بالطريق خلال الاوردر، هي عبارة عن دي براين في ال، المتوسط الحسابي لدي 50، واللي تايم تبعي هو عبارة عن أسبوعين، بضربهم في بعض 50 في 2 بيطلع 100. بجمع هدول الأرقام مع بعض الآن، 100 زائد 175 زائد 50 اللي هي 325. هذا كعدد متوسط حسابي من الايتم موجود عندي بالانفنتوري. طيب هذا نحكي الان كفاليو، كل واحده من هذه اليونت قيمتها 650 دولار، بضرب 650 في متوسط الحسابي للانفنتوري 325، بضربهم في بعض طلع عندي 2211250. اذا هذا عندي الفاليو اوف اجريجيت انفنتوري، المتوسط الحسابي تبع قيمة الانفنتوري الموجود عندي خلال السنة. طيب عندي السؤال الثاني اللي بتعلق في الـ ABC Analysis. في عندي مصنع، في عنده مجموعة من Stock Keeping Unit، أي item عندي بخزنه بعطيه كود بسميه Stock Keeping Unit. هاي الـ item بدي أرقمها من 1 لـ 7. كل ايتمز اعطيني الديسكريبشن تبعه، مثلا ايتم واحد هو عباره عن بوكسز، عباره عن كراتين. الكميه اللي بحتاجها بالسنه كامله هي عباره عن 500 ايتم. الفاليو تبعت اليونت يعني ال1 ايتم من ال500 سعره 3. اذا بدي احسبهم مع بعض شو بحكي؟ بضربهم في بعض بطلع الفاليو تبعتهم. المطلوب مني الان اعمل انفنتوري مانجمنت، بدي احدد which one of them، اي واحده منهم كلاس A، اي واحده منهم كلاس B، اي واحده منهم كلاس C. راح نحسبها حسب اكسل شيت، راح اعمل كوبي لهي الارقام وادخلها على الاكسل شيت. هاي الاكسل شيت الارقام دخلتها مبدئيا، عندي 7 ايتمز، كل واحده من هاي الايتمز موجود ديسكريبشن تبعها، الكوانتيتي موجود عندي الفاليو. شو لازم اطلع؟ الانيوال، لازم اطلع الفاليو لكل الايتمز كفاليو. 500 عندي بالسنه، كم الفاليو تبعتهم؟ بحكم هنا توتال فاليو، بدي اكتب total value، هي عبارة عن 500 مضروبة في 3 بالنسبة لهذا الايتم. الايتم الثاني بيكون 18000 مضروبة في 0.02. لاحظ انه هذا الايتم على سبيل المثال في الكوانتيتي اللي بحتاجها بالسنة كبير، لكن الفاليو تبعتها قليلة، فممكن تكون مش كلاس A. بس حتى نتأكد احنا بنحسب الفاليو كتوتال فاليو لهم كلهم. حسبنا الاول وحدة، بستعمل الاكسل شيت بس صارت عندي التوتال فاليو بالنسبة للايتم كاملين. هلا حكينا احنا بالنسبة للايتم اي، الايتم الكلاس اي شو بيكون بالعادة؟ بيكون سعره كفاليو عالي. فشو بنعمل في هذا الايتم؟ بنعملهم سورتنج من الاعلى للاقل، بدي اعمل سورت من لارجست سمولست. اذا اعلى ايتم عندي هو عبارة عن قيمته هي عبارة عن 67500. طبعا هذا بالنسبة للانفنتوري كامل كفاليو ومجموعهم، بدي اخذ مجموعهم هون، بدي اعمل صم إلهم كاملين. إذا بالإنفنتوري كتوتال هاي قيمة الإنفنتوري كامل.
ال 67500 عبارة عن جزء من ال 81000. بتحسب حسابتها هي كومولتيف الآن، نحسبها مبدئيا الآن مش كومولتيف عادي، هون البرسنتج تبعت الفاليو بدي أكتب. إذا هاي بالنسبة إلي أول واحدة هي عبارة عن هذه القيمة على مجموعهم كامل، هاي المجموع كامل. بدي أعمل تثبيت لهذه القيمة F4 حتى أحسبها كبيرسنتج، بدي أضرب هذا الرقم في 100. إذا عندي أول أيتم 83%، بدي أخلي هاي الأيتمز بس عندي خانتين عشريات بس عشان يكون شكلها أرتر شوي. طيب الأيتم اللي بعده راح يكون عبارة عن 7500 على هذا الأيتم، فبدي اسحب بس المعادله لتحت بهذا الاسلوب. اذا الايتم الاول اللي هو رقمه 7 كفاليو مكون 83% من الايتم الموجود عندي في المخزن، اللي بعديه 9، اللي بعديه 3.69. بدي احسب هنا بيرسنتج ككوميوليتيف، هاي تساوي في البدايه نفسها، هون تساوي 9 بدي اجمعها على اللي قبلها، ونفس الشيء بدي احسب الثلاثة بدي اجمعها على اللي قبلها، فبتسحب سحبت المعادلة لتحت. هاي صارت عندي كبيرسنتج 93 92، اسف هاي بس مش لازم جمعت هاي معها، 95 بعدين 97 بعدين 99 99 بعدين 100. هلا حتى بالنسبة لي حتى او اشوف اي ايتم كلاس اي، حكينا كلاس اي بالعاده بشكل 80% من الفاليو تبعت الايتمز، فاذا هاي عندي 85 83 قريبه من 80، ما فيش عندي 80. اذا اول ايتم بالنسبه لي بعتبره كلاس اي. حكينا كلاس بي تقريبا حوالي 15% اللي بعديه، يعني لحد 95%. اذا انا بالنسبه لي هذا الايتم بي وهذا الايتم بي لانهم تقريبا هذول الاثنين مع اللي قبليهم نسبتهم 95%، اذا 95 تقريبا ناقص 80 عباره عن 15، والباقي بيكون عبارة عن item C. إذا أول واحد بالنسبة إلي اللي هو signature عبارة عن class A بدي أعطيه لون مثلا، والاثنين اللي بعديه اللي هما gloves والglue هذول class B بدي أعطيه لون ثاني مختلف، والأخيرين هذول اللي هما class C كفاليو قلال بس عددهم كبير ما بضر. هلا أنا بالنسبة إلي واحدة من الأشياء برضو اللي ممكن أكثر أحسبها كمان اللي هي عبارة عن كبيرسنتج ككاونت، هنا بالنسبة لنا حطينا كلاس. آخر إشي بدي أحسبه هنا كبيرسنتج بالنسبة ل لفال لكاونت. أول آيتم بشكل واحد من أصل 7 لأن عندي 7 آيتم، بدي اضرب هذا الرقم في 100 حتى احوله للبرسنتج، فبحكي 100 على 7. اذا الايتم الاول بشكل 14% تقريبا، بدي اكبر شوي حتى يعطيني خانات عشريه اكثر، بدي اعمل فورمات سيل خلي يكون في عندي رقمين. اذا اول ايتم راح يكون 14%، اللي بعدي 1 من 7 نفس الشيء راح يكون 14%. هون بدي احسب كوميوليتيف، بقدر اذا بدي كوميوليتيف تساوي هاي، وهون تساوي هاي زائد اللي قبليها، وبكمل زي هيك. نعد المعادلة بس، ساوي هاي زائد اللي قبليها 42%، نسحب صار عندي 100%. إذا أنا بالنسبة إلي هاي كومبيليتيف بيرسنتج. شو معناته هذا الحكي؟ انه كلاس A كفاليو بشكل 83% من المخزون، وكعدد بشكل 15%. هون كوميوليتيف كبيرسنتج كعدد ككاونت، وهون كوميوليتيف كفاليو. انا بهمني على كلاس A يكون عباره عن تقريبا حوالي 80%. اذا اول ايتم اللي هو هذا رقمه 7 اللي هو السيجنتشر هو كلاس A، والبقيه B و C زي ما حكينا، هذول 3 و 4 عباره عن B، والبقية اللي ظلوا في الأخير هم عبارة عن 5 items. إذا بدي أحسبهم كبيرسنتج هذول الأربعة مع بعض بشكل حوالي كجمع، إذا جمعت هذول لحال
بشكله حوالي 57% تقريبا. طيب طبعا نرجع للسلايدات. طبعا زي ما حلينا في الاكسل شيت، وانا بس عباره عن عمليه نفس المبدا بس حسبناها على الاكسل شيت وانا موجوده على السلايدات. اذا بدي ارسمها بيصير، حكينا الايتم الاول ككلاس اي تقريبا 14% كعدد، بس كفاليو حوالي 83%، هذا اول ايتم. والبقيه هذول قلال، حكينا عددهم تقريبا حوالي 50% اكثر شوي، 57 60% تقريبا، بس كفاليو مكونين 10% من الانفنتوري، لهيك سميناهم كلاس سي والباقي كلاس بي. هلا عندي ايتم، عندي السؤال اللي بعديه اللي هو رقم 3. واحدة من الايتمز الكوردلس دريل، عبارة عن دريل كهربائي كوردلس بدون اسلاك. بالعادة الانيوال ديماند معطيني تبعه عبارة عن 5000، معطيني الاوردرينج كوست ومعطيني الهولدينج كوست. مطلوب مني احسب الايكونوميك اوردر كوانتيتي والانيوال انفنتوري كوست. طبعا بالنسبة لي زي ما حكينا هذه ال 5000 هي عبارة عن دي كابيتال، ال 15 الاوردرينج كوست عبارة عن اتش، هاي الاس اسف هنعدلها، الاوردر كوست اس، والاربعه هاي الانفنتوري هولدنج كوست اللي هي عباره عن اتش. مطلوب مني احسب الايكونوميك اوردر كوانتيتي، زي ما حكينا الايكونوميك اوردر كوانتيتي هي عباره عن جذر 2 في دي في اس على اتش. طلبت الاثنين في 5000 اللي هي دي كابيتال مضروبه في 15 اللي هي عباره عن السيت اب كوست، قسمتها على الهولدنج كوست اللي هي 4، طلع عندي الرقم 193، بقربه لاقرب رقم صحيح اللي هو 194 دريل. اذا بدي اطلب حتى احاول انزل الانفنتوري كوست، الكوانتيتي تبعتي الثابته تبعت السايكل انفنتوري الاصل تكون 194. بدي احسب الانيوال انفنتوري كوست بالنسبه لي. حكينا الكوست هو عباره عن المتوسط الحسابي للانفنتوري، بما انه سايكل انفنتوري راح يكون كيو على 2، الكيو على 2 هاي بتكون موجودة عندي على طول السنة، كم الهولدنج كوست تبعها بضربها في اتش، كم اوردر بعمل بالسنة، عندي الديماند الانيوال 5000، إذا قسمته على على حجم الاوردر تبعي بعطيني عدد الاوردر اللي بعملهم بالسنة، بضربهم في اس اللي هو عبارة عن سيت اب كوست اللي هو 15، بعطيني الجواب النهائي اللي هو عبارة عن 774.6، هذا الانيوال التوتال انيوال انفنتوري كوست اللي بتضمن الهولدنج كوست وبتضمن السيت اب كوست. نيجي على السؤال رقم 4، بحكي لي في عندي واحد من الديستريبيوتر، واحد من الايتمز اللي هي واحد من الابلاينس بيشتغل عليها، ببيعها حسب طريقه معينه. بحكي لي هذا الديستريبيوتر بيشتغل كالتالي، شغله هو عباره عن 5 ايام بالاسبوع وبيشتغل 52 يوم بالسنه. معطيني مجموعه من المعطيات، معطيني المتوسط الحسابي للديماند 100، معطيني ستاندرد ديفيشن اللي هو سيجما ديماند 30، معطيني الليد تايم 3، مش معطيني الفارينس تبعه، يعني سيجما ليد تايم يساوي 0. اذا بدي اشتغل على الكيس رقم 2 اللي هي بنفترض انه ديماند متغير لكن الليد تايم ثابت. اعطاني الهولدنج كوست واعطاني سيت اب كوست وقيمهم، اعطاني زد فاليو تبع السيرفيس سايكل ليفل، هاي 92% لازم ارجع للنورمال ديستريبيوشن كيرف واطلع الزد، بالعاده احنا بنعطيكم الزد. وحكى لي انه هذا الديستريبيوتر بيستعمل الكيو سيستم. شو المطلوب مني الان؟ اول شيء اوجد كيو على اساسها، بعدين بدي اوجد بقيه الايتمز السيفتي ستوك، وبدي احسب الانيوال انفنتوري كوست. اول شيء بدنا نعمله زي ما حكينا هون، مطلوب مني احسب الاشياء بالنسبه للكيو سيستم، مطلوب مني احسب الكيو اللي هي عباره عن اذا ما اعطاني قيمه شو بسوي؟ بستعمل هي احسن قيمه تعمل لي تقريبا انفنتوري مينيموم للانفنتوري كوست اللي هي عباره عن ايكونوميك اوردر كوانتيتي، يعني لازم احسب اي او كيو. بدي اطلع الري اوردر بوينت اللي هي الار، وبدي اطلع الانيوال كوست، حتى اطلع الانيوال كوست المفروض اطلع كم؟ اطلع السيفتي ستوك كمان. واحدة من الاسئلة بالاخير اللي هي فرع سي بحكي لي هل لازم اعمل اوردر ولا لا؟ علما بانه حاليا عندي 40 يونت اون هاند انفنتوري، عندي سكيدجول اوردرز قيمتها سكجول ريسيت مقدارها 440، وما في عندي اي باك اوردر. احنا حكينا انه لازم احسب الانفنتوري بوزيشن عن طريق حساب الاون هاند انفنتوري زائد سكجول ريسيت بدنا نقص منه الباك اوردرز. هذا الرقم بقارنه، اذا طلع تحت ار حكينا شو بنعمل؟ نعمل اوردر مقداره كيو،
وبالكيو تبعتي لازم تكون في هاي الحاله هي عباره عن ايكونوميك اوردر كوانتيتي. خلينا نرجع للسؤال. اول شيء مطلوب مني احسب ال ايكونوميك اوردر كوانتيتي. حتى احسب ايكونوميك اوردر كوانتيتي قانون هذا اللي هو 2 في دي في اس على اتش كله تحت الجذر، فبيلزمني احسب الانيوال ديماند. الانيوال ديماند حكى لي انه بشتغل 5 ايام بالاسبوع وعندي 52 اسبوع بالسنه بشتغلها، وكمتوسط حسابي اللي هي الدي براين بيلزمني كم؟ 100 مكسر. اذا الانيوال ديماند هو عباره عن 2026000 مكسر. طيب اعطاني اجين السيت اب كوست واعطاني الهودي كوست بالسلايد اللي قبله هون زي ما حكينا. نرجع لورا شوي، هي الاتش وهي الاس. الاس 35 والهولدنج كوست 9.4. فمطلوب مني بس اعوض في القانون الان، بلزمني بس دي كابيتال حسبتها اللي عباره عن 5 في 52 في 100، ضربتها في السيت اب كوست قسمتها على الهولدنج كوست، بعدين اخذت جذر طلع الرقم 440.02، بقربه لاقرب عدد صحيح طلع عندي 440. اذا هاي بالنسبه لي هي عباره عن كيو تبعتي اللي هي نفسها الايكونوميك اوردر كوانتيتي. ليش اخذنا الايكونوميك اوردر كوانتيتي؟ لاني بدور على نقطه، هذه النقطة تقريبا تنزل لي الانفنتوري كوست، فافضل قيمة هي فعليا يكون اوردر كوانتيتي. الان مطلوب مني احسب بقية الاشياء اللي هي بتحسب الار، والار في جزء منها سيفتي ستوك. فاول شيء بدي احسبه السيفتي ستوك. من السيفتي ستوك لازم اول شيء احسبه اللي هو السيجما ديماند ديورينج ليد تايم، وحكينا هذا قانونه بالنسبة انه عبارة عن سيجما ديماند مضروب في جذر ال. سيجما ديماند اعطاني اياها 30، والليد تايم اعطاني اياها اللي هي ثلاث اسابيع. فضربت 30 في جذر الثلاث طلعت عندي 51.96. اذا بدي اقربه هذا الرقم بقربه، بس مش الاصل ما اقربه الان، اقربه بعد ما احسب السيفتي ستوك كامل. طيب حتى هذه سيجما ديماند تبعت ديورنج، سيجما ديماند ديورنج ليد تايم. الاصل حتى اطلع السيفتي ستوك حكينا هي عباره عن سيجما ديماند تبعت ديورنج ليد تايم، بدي اضربها في الزد زد فاليو تبع السيرفيس ليفل. السيرفيس ليفل 92، برجع على النورمال ديستريبيوشن كيرف بدور على زد فاليو، هذه المساحه تحتها كم بتكون؟ 92%. رجعنا للنورمال ديستريبيوشن كيرف وحكى لي هذه القيمه قيمتها 1.41، بضربها في السيجما ديماند تبع ديورنج ليد تايم اللي هي عباره عن 51.96، طلعت عندي القيمه 73.26. قربتها لاقرب رقم صحيح هو عباره عن 73. على الافرج ديماند ديورنج ليد تايم هو عباره عن دي براين في ال، هاي دي براين في ال، وبدي ازيد عليها السيفتي ستوك. اذا عندي الري اوردر بوينت هي عباره عن دي براين في ال حكينا زائد السيفتي ستوك. دي براين في ال اللي هي القيمه هاي اللي هي 100 في 3، 100 في 3 اللي هي 300. بدي ازيد عليها السيفتي ستوك اللي حسبته فوق اللي هو 73 اسف. عندي المجموع الحسابي جمعته كامل طلع عندي كم؟ 373 مكسر. طيب الآن صفى عندي التالي. السيستم تبعي كسيستم الكيو تبعته اللي هي ايكونوميك اوردر كوانتيتي حسبناها بالسلايد اللي قبله طلعت 440، والآر تبعتي هي عبارة عن 373. شو هذا الحكي معناته؟ معناته اذا بشوف الانفنتوري بوزيشن دائما تبعي بحسبه، اذا نزل تحت ار بطلب كميه ثابته مقدارها 440. نتفرج على اخر فرعين. بحكي لي واحد من الفروع مطلوب مني احسب التوتال انوال انفنتوري كوست. حكيت القيمه تبعتي الكوانتيتي اللي بطلبها ثابته هي عباره عن 440. كمتوسط حسابي بطلب 440 على 2 ضربتهم في الهولدنج كوست، هذا الرقم معطى في السلايد اللي قبل في السلايد في المعطيات. الانيوال ديماند حسبناه عباره عن 26000، اذا قسمته على كوانتيتي بيعطيني عدد الاوردرز او عدد المستبعد عنهم بالسنه، ضربتهم في سيت اب كوست. بدي ازيد الان اللي هي السيفتي ستوك الهولدنج كوست للسيفتي ستوك. حكينا السيفتي ستوك كان 73 قطعه، بدي اضربه في اتش اللي هو الهولدنج كوست لون يونت بير 1 يير، جمعتهم مع بعض طلع الرقم 4822 تقريبا. هذا بالنسبه لسيل انيوال انفنتوري كوست. نيجي لاخر فرع، حكى لي بدي اشوف الانفنتوري بوزيشن الحالي تبعي، حكى لي في عندي اون هاند انفنتوري 40، هذا اخر فرع، ومتوقع اصلني كميه مقدارها 440، هاي سكجول ريسيت، اذا هاي اون هاند انفنتوري
هاي سكجول ريسيفت وما في عندي اي باك اوردر. هذا القيمه كم طلعت؟ 480. بتفرج على هذا الرقم بقارنه مع ايش؟ مع ار. ار كم كانت عندنا؟ نرجع لورا شوي. الار هي 373. اذا هذا الرقم نزل تحت الار هو 373، بعمل اوردر جديد مقداره 440. بما انه هذا القيمه 480 اعلى من ار، في هاي الحاله ما بعمل اوردر جديد، ما بعمل اوردر. امتى بعمل اوردر؟ ممكن المره الفتره اللي بعديها اذا نزل الانفنتوري بوزيشن تحت ار اللي هي 373 بعمل اوردر جديد. نيجي للبروبلم اللي بعدها، البروبلم رقم 5. بدي احل نفس السيستم اللي قبل شوي لكن يوزنج بي سيستم مش كيو سيستم. اول شيء مطلوب مني احسب البي اللي هي التايم بتوين اوردر، يعني فعليا حاليا شو لازم يكون عندي؟ لازم اثبت التايم بتوين اوردر، وما بعمل اوردر الا بالتايم تبع الريفيو، والتايم تبع الريفيو بيكون ثابت هو عباره عن بي. طيب والبي حكينا اذا بدي احسبها بحسبها في هاي الحاله عن طريق الايكونوميك اوردر كوانتيتي. احسن بي بتكون عباره عن التايم بتوين اوردر للايكونوميك اوردر كوانتيتي، وعلى اساسها بحسب. طبعا بما انه اليونت تبعتي بالويكس بحسبها بالويك. مطلوب مني احسب التي واحسب البي. التي اللي هي التارجت تبعي اللي لازم يغطيني لفتره البي زائد ال، يعني بخزن عندي انفنتوري لفتره تكفيني الفتره اللي هي البروتكشن انترفال تبعتي كامله. وبدي احسب الانوال انفنتوري كوست، وحكى لي في عندي كمان تايم عند تايم اوف ريفيو كان عندي هاي القيمه 40 و440 قبل شوي. شو لازم اطلب؟ لازم اطلب ولا ما اطلب؟ اذا كان بي سيستم بختلف عن الكيو. اول نقطه بدي احسبها اللي هي تايم بتوين اوردر، واعتبرها هي عباره عن بي. حكينا الايكونوميك اوردر كوانتيتي حسبناها قبل شوي، هي طلعت الكيو طلعت 440. 440 اذا قسمتها على الديماند السنوي ضربتها في في عدد الايام بالسنه اللي بيشتغلوها بتكون عباره عن تايم بتوين اوردر. كم يوم بشتغل بالسنه؟ حكينا بشتغل 5 في 52، 5 ايام بالاسبوع في 52 بالليل يوم بالسنه. طيب ضربت هذا الرقم اعطاني كم؟ كل 4 ايام. طبعا بعمل اوردر كل 4 ايام وركينج دايز، يعني على سبيل المثال اذا انا ما بشتغل فرايداي ما بشتغل فرايداي وما بشتغل ساندي، ما بشتغل سبت وجمعه وسبت، وحاليا انا عملت اوردر يوم الخميس هون ثيرزداي، بعد 4 ايام مالهم working day business day، يعني هذول مش محسوبين. يعني امتى بعديها راح اعمل؟ هي اليوم هون عندي عملت الثيرزداي، بعمل ساندي ماندي تيوزداي وينزداي، بطلب المره الجايه امتى؟ بوينزداي. هذول مش محسوبين لاني حسبت الرقم هون شو ماله using business days تبعتي اللي هي عباره عن 260. اذا التايم بتوين اوردر تبعي هو عباره عن 4 ايام، قربته تقريبا ما خليته 4.4، قربوا لاقرب رقم صحيح. اذا البي تبعتي هي التايم بتوين اوردر هي عباره عن 4 ايام. هون حسب لي اياها على عن طريق اكسل شيت، بس احنا ما بلزمنا نحسبها عن طريق اكسل شيت. زي ما حكينا التارجت تبعي التي ايكوال هو عباره عن بي زائد ال مضروب في الديماند زائد السيفتي ستوك، هيك القانون تبعي. هذه السيفتي ستوك هي عباره عن زد فاليو مضروبه في سيجما ديماند تبعت سيجما ديماند ديورينج ليد تايم. هاي هي عباره عن سيجما دي مضروبه جذر البي زائد ال. تعوض هذه في القوانين. ال كانت عندي 3، هنتاكد بس ارجع لورا شوي، نرجع لاول سلايد هون. ال 3 هي موجوده، هي ال 3 واعطاني الافرج ديماند 100 واعطاني سيجما ديماند 30. اذا بي حسبتها 4 زائد ال اللي هي 3 مضروبة في دي براين زائد معلش بترجع لورا شوية أتأكد من الأرقام. إيفرج ديماند 100 وسيجما ديماند 30. إذا هذه ضرب 100
زائد زد بطلعها من تبعت 92% اللي هي كان عبارة عن 1.41، سيجما دمام 30، بدي أضربها في جذر البي زائد ال، البي هو عبارة عن 4 والال عبارة عن 3. بحسب هذه بطلع لي ايش؟ بطلع لي تي. هو أنا مستعمل اكسل شيت جاهزة، هذه الاكسل شيت طلع فيها السيفتي ستوك وطلع فيها الارقام كاملة. بالنسبة لنا السيفتي ستوك هي القيمة فقط، هي عبارة عن 1.41 مضروبة في 30 مضروبة في جذر الأربعة زائد 3، طلعها هي عبارة عن 1.41 مضروبة هاي في سيجما ديماند ديورينج ليد تايم، اللي هي عبارة عن سيجما دي مضروبة في جذر البي زائد ال. طلعت القيمة 111.9 اللي هي عبارة عن 112. تعويض مباشر على القوانين. إذا بالنسبة لي هذا هو قيمة السيفتي ستوك. إذا زدت عليه السيفتي ستوك، إذا زدت عليه بي زائد ال مضروبة في ديماند، شو بعطيني؟ بعطيني التي. التي معطيني إياها هون، هذه هي القيمة تبعتها 812. إذا بعمل ريفيو كل إمتى؟ كل 4 أيام. إذا في عندي نقص بكمله على كم؟ على 812. يعني let's say كان عندي تايم اوف ريفيو كان عندي 100، حسبت الانفنتوري بوزيشن وطلع 100، كم على كم لازم اكمله؟ لازم اكمله على 812، لازم اطلب 712 يونت. هلا بالنسبه ل اخر نقطتين بدي احسب التوتال انفنتوري كوست، وبدي احسب الانفنتوري عند الانفنتوري بوزيشن. لما حسبنا المره الماضيه كان عباره عن انفنتوري بوزيشن عباره عن اون هاند انفنتوري سكيدجول ريسيت، بشيل منه الباك اوردر. حكيت كان في عندي تايم اوف ريفيو في عندي 40، وكان عندي سكيدجول ريسيت مقدار 440، اذا عندي 480. امتى راح اعمل ريفيو المره الجاي؟ بعد 4 دايز، فلازم يكون في عندي كميه تكفيني للاربع ايام اللي قدام. كم هاي الكميه حسبناها؟ اللي هي عباره عن تي. هاي تي كانت عباره عن 812، اذا عندي 480 لازم اكفيهم على 812. كم لازم اطلب؟ اللي هي عباره عن 812 ناقص 480، لازم اطلب 332 ميكسر في حال اذا استعملت البي سيستم. نيجي للتوتال انيوال انفنتوري كوست، هي عبارة عن متوسط الحسابي تبع الديماند. حكيت كم عندي كمتوسط حسابي دي براين في بي ماكسيمم، هاي بتغطيني لفترة التايم بتوين اوردر، اذا قسمتهم على 2 بيعطيني متوسط الحسابي. هذا بالنسبة لي الكوانتيتي كمتوسط حسابي كم بتكون. ضربتها في الاتش، الاتش اللي عبارة عن 9.4، زدت عليها كم في عندي اوردر بالسنة، اللي هي عبارة عن الكوانتيتي هاي نفسها اللي هي عبارة عن دي مضروب في بي، دي في بي ديماند متوسطه هو عبارة عن 100 باليوم، ضربته في 4 اللي هي التايم بتوين اوردر، هذا الحكي طلع لي الكوانتيتي. اذا قسمت الانيوال ديماند على الكوانتيتي بعطيني عدد السيت ابس، كم مرة بعيد هاي العملية. كل مرة بعيدها كسيت اب بتكلفني $35. بدي اضيف عليها الهولدنج كوست تبع سيفت ستوك، هذا سيفت ستوك هولدنج كوست. كم طلعنا؟ حكينا هاي الأربعة 9.4 هي عبارة عن الهولدنج كوست اللي هي اتش، بدي ازيد عليها السيفتي ستوك اللي هي عبارة عن زد في سيجما ديماند ديورينج ليد تايم. الزد 1.41 وال 79.3 هي عبارة عن سيجما دي ديماند تبعت ديورينج ليد تايم، اللي هي عبارة عن سيجما ديماند مضروبة في جذر البي زائد ال. طبعا احنا قبل حسبنا السيفتي ستوك كامل، اذا بترجع للاكسل شيت هون بيكون معطيني السيفتي ستوك هذه، بس ارجع لورا شوي. طيب اذا ضربت هذه الارقام مع بعض شو اعطاني؟ اعطاني السيفتي ستوك، السيفتي ستوك تبعت ال تبعت البيز. بس في نقطة بس أكد عليها هون، إنه بدي أنتبه إنه هاي هي 73، هاي السيفتي ستوك تبعت الكيو سيستم. لما أستعمل الكيو سيستم هاي بستعملها، وإذا بدي أستعمل السيفتي ستوك تبعت البي سيستم أنا خربطت قبل شوي، هي عبارة عن 112، هذه القيمة اللي لازم أستعملها بالمعادلة. هذه القيمة الأصل تكون هي عبارة عن 1.41 اللي هي الزد مضروبة في سيجما ديماند اللي هي 30، بدي أضربها في جذر البي زائد ال. البي حكينا 4 والال عبارة عن 3.
زائد 3 كن. كم تطلع؟ 112. بعوضها في القانون اللي بعده، تعطيني الانيوال، تعطيني الانيوال انفنتوري كوست. اذا مطلوب منا هنا شغلتين، مطلوب مني الانيوال انفنتوري كوست بالنسبه للبي سيستم، وحكيت اذا في عندي اوردر بدي اعمل اوردر حاليا عند هذا الاسبوع، حسبت الانفنتوري بوزيشن، الاصل هذا الانفنتوري بوزيشن قديش بيضل عندي، لازم اكمله على التارجت اللي هو كم؟ 812. فبحكي 812 ناقص 480 اللي هي 332 مكسر. في حاله الانفنتوري يوزنج كيو سيستم لاحظنا نفس الكونسبت، وقتها ما طلبنا، ليش؟ لانه ما نزل تحت ار، هون دائما مطلوب، دائما نطلب كم من الكميه المطلوبها اللي تكون تكفي قيمه التارجت. نيجي على اخر اكزامبل، عندي الان كمان مثال، هذا المثال على الكيو سيستم، هذا المثال على الكيو سيستم. طبعا واحده من الاشياء اللي ترجع السؤال اللي قبله، انه عندي سيجما ديماند، في عندي سيجما ديماند وفي عندي سيجما ليد تايم. اذا الليد تايم والديماند متغيرين، معطيني اياهم كمتوسط حساب. حكى لي انه هذا الفندق المعلومات التاليه فيه، واحده من الايتيمز اللي هي عباره عن بار اوف صوب، يعني صابون، اعطاني الانيوال ديماند تبعها. كيف حسب؟ بحسب الانيوال ديماند عن طريق الديلي ديماند، كل يوم بستعمل 275 بار، بشتغل 365 يوم بالسنه، اذا بدي احسب الانيوال ديماند اللي هو كابيتال دي بضربهم في 2 في بار. اعطاني اذا اليومي قديش الديماند، اعطاني ستاندرد ديفيشن تبع الديماند، اعطاني الاوردرنج كوست كم، واعطاني الهولدنج كوست كم اللي هي 0.3، واعطاني الليد تايم اللي هو عباره عن 5، واعطاني سيجما تبعت الليد تايم اللي هي عباره عن 1. خليني اعلمهم بالاحمر. اذا انا بالنسبه لي هاي عباره عن دي براين، ال 30 عباره عن سيجما ديماند، هاد العشرة عباره عن اس، اعطاني الهولدنج كوست 0.3، اعطاني 5 هي عباره عن ال، واعطاني 1 هي عباره عن سيجما ليد تايم. مطلوب مني احسب الايكونوميك اوردر كوانتيتي، احسب الري اوردر بوينت اللي هي ار يوزنج 99% سايكل سيرفيس ليفل، وبدي احسب التوتال انوال انفنتوري كوست. طبعا هون عندي الليد تايم والديماند اثنين متغيرين. اول شيء بدي احسبه، بدي احسب الايكونوميك اوردر كوانتيتي حتى اقدر احسب كيو على 2. الايكونوميك اوردر كوانتيتي هي عباره عن 2 في دي في اس على اتش ضربت 2 في هذه القيمه اللي هي عباره عن دي كابيتال، اللي هي عباره عن الانوال ديماند. باليوم بلزمني 275 صابونه، بدي احولها لسنوي بضربها في عدد الايام في السنه اللي هي 365، طلعت هذا الرقم اللي هو عباره عن 100375، ضربته في اس قسمته على اتش اعطاني القيمه تبعت الايكونوميك اوردر كوانتيتي. هاي الكوانتيتي ثابته لازم اطلبها بالكيو سيستم، يعني كل ما بعمل اوردر بعمل الاوردر مقداره 2587 بار اذا نزل الانفنتوري بوزيشن تحت الار. مطلوب مني احسب الان الار، حتى احسب الار لازم احسب السيف ستوك. اذا الار اللي هي ري اوردر بوينت هي عباره عن دي براين في ال براين اثنين متغيرات زائد سيفتي ستوك. السيفتي ستوك في هاي الحاله حكينا اذا اثنين متغيرات بالكيو سيستم، اول شيء بدي احسبه هو عباره عن سيجما ديماند تبعت سيجما ديماند تبعت ديورينج ليد تايم، بعدين بضربها في زد بتعطيني ايش؟ تعطيني السيفتي ستوك. حكينا القانون ها معطى عندي، هذا القانون هو عباره عن ال مضروبه في سيجما ديماند تربيع زائد متوسط الحساب للديماند تربيع مضروبه في سيجما ليد تايم تربيع. الليد تايم حكينا 5، سيجما ديماند 30 تربيع، وعندي هنا الان الديلي ديماند عباره عن 275 باخذه تربيع وبضربه في جي في السيجما تبعت الليد تايم اللي هي عباره عن 1 تربيع، طلعت عندي 283. هذه عباره عن سيجما تبعت ديماند ديورينج ليد تايم. حتى احسب السيت ستوك لازم اضربها في زد، الزد فاليو تبعت 99%. عند 99% بروح للنورمال ديستريبيوشن كيرف بدور على قيمه زد هذه المساحه 99%. قيمه الزد اعطاني اياها عباره عن 2.33، ضربتها في سيجما ديماند ديورينج ليد تايم اعطاني 659.5، قربتها لاقرب عدد صحيح طلعت 660. اذا السيفتي ستوك في هاي الحاله عباره عن 660.
حتى احسب الري اوردر بوينت هي عباره عن سيفتي ستوك زائد دي براين في ال. دي براين هي عباره عن 275 والال كمتوسط حسابي هي عباره عن 5، بزيد عليها السيفتي ستوك اللي هو عباره عن 660، هيك بعطيني الري اوردر بوينت اللي هي ار. وانا اعطاني القيمه هي عباره عن 2035 بار، هذه الري اوردر بوينت. اذا اتفقنا شغلتين، عندي كوانتيتي وعندي ار. الكوانتيتي اللي طلعناها في السلايد اللي قبله اللي هي عباره عن 2587 بار، هاي عباره عن الكيو اللي هي ايكونوميك اوردر كوانتيتي. بشوف الانفنتوري بوزيشن، اذا نزل تحت ار في هاي الحاله اللي هي عباره عن 2035، شو بطلب؟ بطلب كميه ثابته، هاي الكميه هي عباره عن ايكونوميك اوردر كوانتيتي. تحسب الانوال انفنتوري كوست، بحسبه عباره عن كيو على 2 في اتش زائد دي على كيو، طلعت عدد السيت ابس او عدد الاوردر بالسنه ضربتها في اس اللي هي السيت اب كوست، وبزيد عليه السيفتي ستوك بحسب له الهولدنج كوست. اول واحده كمتوسط حسابي حكينا 2587 اللي هي عباره عن ايكونوميك اوردر كوانتيتي 2 مضروبه في الهولدنج كوست حكينا عباره عن 0.3. هذا الانيوال ديماند كابيتال دي قسمته على الاوردر تبعي، اطلع كم سيت اب بعمل بالسنه او كم اوردر بعمل بالسنه، ضربته في سيت اب كوست اللي هي عباره عن 10، بعدين زدت الهولدنج كوست تبع السيفتي ستوك. الهولدنج كوست عباره عن 0.3 بير ايتم، وهذه السيفتي ستوك بتضل عندي دائما على طول السنه اللي هي عباره عن 660 حسبناها بالسلايد اللي قبلي. كمجموع حسابي صار عندي الانيوال انفنتوري كوست هو عباره عن 974. هيك بيكون انهينا الشابتر. والله يعطيكم العافيه.